الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلكم من عباده الصالحين وحزبه المتقين. وبعد، فإن من المعلوم أن النجاة تحصل بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذا جاءت التوجيهات الإلهية في كتاب الله والتوجيهات النبوية بالتوصية بالاعتصام بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن هنا فإنه لا بد للأمة أن تعود إلى كتاب الله عز وجل لتتدارس فيه، ليكون هذا من أسباب نجاتها. قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقد جاءت النصوص من كتاب الله بالتوصية بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكما قال تعالى: محمد رسول الله، مما يؤكد على حجية سنته. وقال سبحانه وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم نحن نحتاج إلى أن نعود إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بحيث لا نجعلها محلاً لمجرد التبرك، وإنما نجعلها منهج حياة نسير عليه ونقتفي فيه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحصل لنا النجاة بذلك. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك فإن حاجة الأمة لمراجعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم شديدة. ونحن اليوم نريد أن نتدارس منهجية تطبيقية لدراسة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والدراسة على نوعين: أولها متعلق برواية السنة، حيث إننا نحتاج إلى أن نتدارس كيف نروي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية يتعلق بها عدد من الفنون، أولها دراسة كتب أصول السنة كالكتب الستة والمساند والمصنفات. فهذه الدراسة تحتاج منا إلى أمور من أبرزها خمسة أمور: أولها أن نعرف قيمة الكتب التي نتدارسها، وبالتالي نعرف مراتب كل كتاب من هذه الكتب. ما قيمة صحيح الإمام البخاري؟ وما هي شروط مؤلفه؟ وما منزلته عند علماء الإسلام؟ وهكذا في بقية كتب الرواية التي تروي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا
لابد أن نعرف معاني المصطلحات التي يستخدمها علماء السنة فيما يتعلق بروايتهم للأحاديث النبوية وتدوينهم لها في كتب السنة. فمثلاً إذا جاءنا حرف الحاء وما معناه، وإذا جاءنا كلمة ثنا وكلمتنا وأنا ونحو ذلك من الكلمات التي يستعملها علماء السنة النبوية في رواية أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث الذي نحتاج إليه معرفة طريقة نطق الكلمات التي وردت في هذه الكتب، سواء من الرجال أو من الكلمات. ومعرفتها إذا كانت متعلقة بالرجال بمراجعة كتب الرجال وكيفية ضبط هذه الكلمات التي تروى، فعندنا رواة قد يتفقون في الرسم لكنهم يختلفون في طريقة النطق. فمثلا هناك راو يقال له أسيد بضم الهمز، وهناك راو يقال له أسيد بفتح الهمز، وهكذا عندنا عدد من الرواة. مثلا الزبير في من الصحابة الزبير بن العوام، وهناك عبد الرحمن بن الزبير بكسر الزاي. كيف نعرف ذلك؟ بمراجعة كتب الرواية وكتب الإسناد لنميز طريقة نطق الكلمات. وأما بالنسبة لمتن الأحاديث فلا بد أيضا من مراجعة شروح هذه الكتب من أجل تمييز طريقة نطق كل كتاب، كل لفظة من ألفاظ الأحاديث التي وردت. وأما الأمر الخامس الذي نحتاج إليه عند قراءة كتب السنة فهو النحو، ليكون نطقنا بآخر الكلمات نطقاً صحيحاً، وبالتالي يكون عندنا القدرة على قراءة كتب أصول السنة. فهذا فن مما نحتاج إليه فيما يتعلق بأمور الرواية. الأمر الثاني من العلوم التي نحتاج إليها في باب الرواية معرفة الرواة وأحوال هؤلاء الرواة. فنحن نحتاج إلى معرفة أحوال هؤلاء الرواة من جهات متعددة. الجهة الأولى الطبقة التي ينتمي إليها ذلك الراوي الذي روى الحديث، ليكون عندنا معرفة باتصال الحديث من عدم اتصاله. والأمر الثاني أن نميز بين الرواة الذين يتفقون في الاسم ويختلفون في المسمى والحقيقة. فإننا نجد مثلا من الرواة سفيان، هل المراد به سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري؟ نجد في الرواة حماد، فهل هو حماد بن سلمة أو حماد بن زيد؟ وحتى في الصحابة نجد أن بعض الرواة كأبي وائل يروي عن عبد الله وهو ابن مسعود، لأن أبا وائل لا يروي إلا عنه. ونجد مثلا روى نافع عن عبد الله فنعرف أنه ابن عمر. وهكذا نميز بين الرواة وإن اتفقت أسماؤهم. والأمر الثالث أن نعرف
الرجاء أن نعرف حال الرواة من جهة تقوية روايتهم أو تضعيفها، والمعرفة إما أن تكون بالتقليد من خلال الرجوع إلى من يوثق بهم في هذا الباب ويكون لهم دراية، كالرجوع إلى تقريب التهذيب للعلامة ابن حجر رحمه الله تعالى أو غيره من كتب أهل العلم. وهكذا علينا أيضا أن نعرف المصطلحات التي يستخدمونها في ما يتعلق بأحوال الرجال، بحيث يميز بين كلمة منكر وكلمة ضعيف جدا وكلمة ضعيف، وهكذا من الكلمات التي يستخدمونها في الحكم على الأشخاص لنميز بينهم. وفي هذه الحال لا بد أن نعرف أن بعض المصطلحات تختلف من إمام إلى آخر، فنجد أن أحد الأئمة قد يستخدم مصطلحا وغيره لا يستخدم ذلك المصطلح في نفس المعنى، وإنما يستخدمه في معنى آخر. وهكذا على الإنسان أن يعرف مراد هؤلاء الأئمة بالمصطلحات التي يستخدمونها على الرجال، وكذلك عليه أن يعرف المنهج الذي يسير عليه ذلك الإمام فيما يتعلق بأحوال الرواة. فمثلا بعض الأئمة كابن حبان في الثقات قد يذكر في الثقات من لا يعرف حاله، لأنه يعتبر أن الناس في القرون الثلاثة الفاضلة قد جاء النص بتزكيتهم، فبالتالي يقول بأن من لم يعرف بجرح فإننا نذكره في كتاب الثقات، بخلاف غيره من الأئمة فلهم اصطلاح آخر. ومن الأمور التي والعلوم التي نحتاج إليها في باب الرواية القدرة على الحكم على الأحاديث، بحيث يكون لدى الإنسان معرفة بطرائق الحكم على الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً. ومما يحتاج إليه في أبواب الرواية أيضاً أن يكون عند الإنسان قدرة على الحكم على هذه الأحاديث، بحيث يتوصل ويكون عنده قدرة على الحكم على الأسانيد المفردة والحكم على الرجال والحكم على مجموع الأسانيد، بحيث يعرف الفرق بين الصحيح والصحيح لغيره والحسن والحسن لغيره. ويبقى علم آخر من علوم الرواية، ألا وهو علم العلل، والمراد به القوادح الخفية التي تكون في الأسانيد والتي لا يعلمها إلا أئمة أهل الشأن بمقارنتهم الروايات بعضها مع بعضها الآخر، بما يظهر أن الرواية التي ظاهرها الصحة فيها علة خفية، وبالتالي تظهر حقيقة تلك الرواية. فكم من إسناد ظاهره التصحيح، فإذا عرف الإنسان ما في باطن ذلك الإسناد من علل بمقارنته بالأسانيد الأخرى لم يرتح إلى رواية ذلك الخبر. ومن هذا ما يتعلق بالشذوذ في الرواية. ويبقى هنا علم المصطلح، بحيث
على الإنسان أن يميز المصطلحات التي يذكرها علماء السنة، وسواء كانت متعلقة بالإسناد من مثل الحكم على الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً، أو الحكم على الرواة، أو كان من الأحكام على المتن كالحكم بالتصحيف أو التحريف أو نحو ذلك. فهذا ما يتعلق بالقسم الأول المتعلق بالرواية. وأما القسم الآخر وهو المتعلق بدراية الأحاديث بمعرفة المعاني والفوائد المستنبطة من الأحاديث، أو معرفة معاني ألفاظ الحديث، فهذا يتعلق به ثلاثة فنون. أولها معرفة معاني ألفاظ الحديث، وهذا له شأنان: شأن لغوي وشأن اصطلاحي شرعي. فإن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون واردة على وفق المعنى اللغوي، وقد اعتنى علماء الشريعة ببيان معاني الألفاظ النبوية من جهة لغة العرب. وممن عرف بهذا أبو عبيد في كتاب غريب الحديث، والحربي في غريب الحديث، وابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، والزمخشري في الفائق، وجماعة من أهل العلم. وهذه الكتب في الغالب تورد تورد الألفاظ الغريبة الواردة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبين المراد منها. وفي الغالب أنها قد رتبت على وفق ترتيب حروف المعجم. وهناك ألفاظ فيها مصطلحات شرعية، فإن من الأمور المقررة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يستعمل لفظاً عربياً في بعض معانيه، أو كما قرر علماء الأصول بأن هناك عرف شرعي واصطلاح شرعي في بعض الألفاظ، فإن الشرع قد يقيد بعض الألفاظ اللغوية فيجعلها دالة على بعض معانيها دون جميعها، وقد ينقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر بعد أن يبين المراد بذلك. ومن أمثلة هذا لفظ الصلاة والزكاة والصيام، فإنها كانت في اللغة عامة تصدق على معان كثيرة، فقيدها الشارع واستعملها في بعض معانيها. وبالتالي لا بد أن يكون عند من أراد دراية السنة معرفة بالمعاني الاصطلاحية للكلمات الواردة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئلا ينزل كلامه على معنى لم يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن يعلم بأن كثيرا من ضلالات الناس ومن أخطائهم نشأت من عدم تنزيل اللفظ النبوي على المعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه في بعض الألفاظ قد يكون اللفظ مستخدما في معان متعددة يعرف معناه بدلالة سياقه أو بضمه لأحاديث أخرى. ومن أمثلة هذا مثلا في لفظ الإرادة، فإنه في مرات يراد بها الإرادة الشرعية المتوافقة مع الأمر، ومرة يراد بها الإرادة الكونية التي
قد تتوافق مع الأمر الشرعي وقد لا تتوافق معه، فالأولى من مثل قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله جل وعلا: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وقوله: والله يريد أن يتوب عليكم. والثانية وهي الإرادة القدرية، فهي المرادة بقول الله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبسبب الخلط بين هذين بين هذا اللفظ في معنيه نشأت ضلالات، ففسر قوم الجميع بالإرادة الكونية، وفسر آخرون الجميع بالإرادة الشرعية، فنشأ ضلال كما هو ضلال فرق الأشاعرة والمعتزلة في هذا الباب. وبالتالي على الإنسان أن يميز هذه المصطلحات التي فيها معان متعددة ولها إطلاقات مختلفة. وأما الوجه الثاني من باب ما يتعلق بدراسة السنة النبوية في باب الدراية، فهو باب أخذ الأحكام والفوائد من الحديث النبوي، وهذا له قسمان: القسم الأول متعلق بأخذ الأحكام الشرعية، ويتمكن الإنسان من معرفة ذلك بواسطة دراسة علم أصول الفقه والقدرة على تطبيقه، فإنه من المعلوم أن الإنسان لن يتمكن من الوصول إلى الأحكام التي تقصد بالأحاديث النبوية إلا إذا عرف الأحكام معرفة إجمالية، فيتميز له ما هو المراد بهذه الأحكام سواء كانت تكليفية أو وضعية، وهكذا يعرف الطرق الموصلة إلى كل حكم منها، فيعرف مثلاً أن المندوب له أربع طرائق تدل عليه: منها أن يمدح الفاعل، ومنها أن يرتب الأجر على الفعل، ومنها أن يؤمر بالفعل مع قيام قرينة تدل على أن ذلك الأمر ليس على الوجوب، ومنها أن يقرن ذلك الفعل بما هو مرغب به في الشرع. وهكذا الواجب له صيغ تدل عليه، والمكروه له صيغ تدل عليه، والحرام له صيغ تدل عليه، والمباح له صيغ تدل عليه، وهكذا في الأحكام الوضعية، فالصحة لها ألفاظ تدل عليها، والفساد والبطلان له طرائق تدل عليه. فمثلا لفظة لا يقبل الله هل تدل على الفساد وعدم صحة الفعل، كما في حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أو لا تكون دالة عليه، كما في حديث من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، فمتى يكون نفي القبول دالا على الفساد، ومتى يكون نفي القبول غير دال على الفساد؟ فهذا كله مما يبحثه علماء الأصول. وأما النوع الثاني من الفوائد فذلكم الفوائد المتعلقة بالآداب والأخلاق، كمثل ما يستنتج بطريق المفاهيم، سواء كان بطرائق مفهوم الموافقة أو المخالفة أو دلالة الإشارة
أو دلالة التنبيه أو دلالة الحصر أو دلالة الاقتضاء، فكل منها يمكن أن يكون له دلالة تدل عليه، ولكل واحد من هذه الدلالات صيغ وطرائق يعرفها أو يبحثها علماء الأصول. وأما الوجه الثالث مما يتعلق بمنهجية دراسة الحديث النبوي من جهة الرواية، فمعرفة مشكل الرواية وخصوصا ما يتعلق بطرائق الجمع بين الروايات التي ظاهرها التعارض. ومن المعلوم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها تعارض في ذاتها، وإنما التعارض يقع في أذهان المجتهدين، لأن هذه الشريعة محفوظة من التناقض والتعارض، كما في قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإنما الاختلاف في أذهان المجتهدين، وبالتالي من وقع التعارض في ذهنه بعد أن يتحقق من وجود شروط التعارض، وهي صحة الدليلين وتقابلهما في المدلول وتوافقهما في المحل، فإنه يتمكن حينئذ من التعامل مع هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض، إما بجمع هذه الأحاديث بأن يحمل بعضها على محل ويحمل بعضها الآخر على محل آخر، وسواء كان هذا بواسطة التخصيص أو بواسطة التقييد أو بواسطة قرائن الرواية. ومن أمثلة هذا ما ورد في حديث طلق رضي الله عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هو إلا بضعة منك، عندما سئل عمن مس ذكره في الصلاة. وحديث بسرة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، فإنه قد حمل الأول على أن المراد به حمل من مس من وراء حائل، أو أن المراد به أو أنه في أول الإسلام، وأما الحديث الآخر فالمراد به مس مباشرة. وإذا لم يمكن الجمع فإننا نبحث عن التاريخ، وبالتالي نعمل بالمتأخر ونجعله ناسخاً للمتقدم، وإذا لم نتمكن من ذلك فإننا ننتقل إلى الترجيح بأن نعرف أقوى الروايتين، والحكم على إحدى الروايتين بأنها أقوى من الأخرى له خمس طرائق: إما بأمور تعود إلى الراوي، فرواية الأوثق ورواية الأضبط مقدمة على رواية غيره، وهكذا، أو من خلال النظر في الإسناد، فمن تأكدنا من اتصال إسناده يقدم على من وقع التردد في اتصال إسناده، وهكذا. والأمر الثالث هو متعلق بمتن الحديث، فإن ألفاظ الأحاديث عند تعارض الحديثين في ذهن المجتهد قد يقوى بعضها على بعضها الآخر، فمثلا النص مقدم على الظاهر، وما يؤخذ منه بالمنطوق مقدم على ما يؤخذ منه بالمفهوم. والأمر الرابع متعلق ب المدلول، يعني الحكم المستنبط من الحديث، فإذا تعارض حديثان أحدهما يدل على الإباحة والآخر يدل على التحريم، فإن العلماء يقدمون الدليل الدال على التحريم، لأنهم يقولون
بأننا إذا قدمنا دليل التحريم فمعناه أنه لا يوجد نسخ، لأن الإباحة متوافقة مع الأصل، والانتقال من الإباحة إلى التحريم لا يوجد فيها نسخ، بخلاف ما لو قدمنا الإباحة فمعناه أننا أثبتنا حكم التحريم أولا ثم بعد ذلك أثبتنا حكم الإباحة كناسخ للتحريم المتقدم. وهناك قرابة 20 سببا مما يتعلق بالمدلول، فمثلا يقدم النافي للطلاق على المثبت له، ويقدم الحديث المثبت على الحديث النافي إذا كان النفي مبنيا على عدم العلم، وهكذا في أمور متعددة يذكرها علماء الشريعة. وأما الأمر الخامس الذي ترجح به بعض الأحاديث على بعضها الآخر فيتعلق بالأمور الخارجية الدالة على تقوية أحد الدليلين على الآخر. ومن أمثلة هذا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس، كما في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس. وما ورد من حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فإن الحديث الأول مقدم على الثاني لما ورد من النصوص الواردة بالترغيب في المسارعة بالأعمال الصالحة، من مثل قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، وقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهذه طرائق من طرائق منهجية دراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها من التفاصيل وبيان الأحكام وطرائق الحكم والتعرض للكتب التي اعتنت بهذه الأبواب الشيء الكثير. ويبقى هنا ما يتعلق بفن الزيادات، فإن بعض أهل العلم قد اعتنى بجمع الزوائد ليكمل كتب السنة بعضها بعضها الآخر، ومن أمثلة هذا ما قام به علماء الإسلام في جمع زوائد الأحاديث، كما فعل الهيثمي في عدد من الكتب، وابن الأثير وجماعة في كتبهم التي ألفوها في زوائد كزوائد ابن حبان وزوائد الأربعة والمطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية لابن حجر وجماعات من أهل العلم. فهذا شيء مما يتعلق بمنهجية دراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلكم أئمة هدى، وأن يفقهكم في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلكم من حفاظها ونقلتها ورواتها والمبلغين لها والداعين لها، كما سأله جل وعلا أن ينشئ في الأمة علماء ينشرون سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقومون بتبليغها. وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.